سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه قال عائشة، قيل ومن الرجال؟ قال أبوها. هي الصديقة بنت الصديق، حبيبة الحبيب، وأليفه القريب، سيد المرسلين محمد الحبيب. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 2000 حديث. أفقه نساء الأمة، هي التقية النقية التي لا تستحي من الأحياء فحسب، بل تستحي من الأموات. وربها اصطفاها أما للمؤمنين واجتباها، فهيا بنا نمشي على خطاها. هل تريد أن يوسع الله لك في رزقك ويبارك لك في مالك ويكفر عنك سيئاتك؟ عليك بالصدقة. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وقبل أن أتحدث عن كرم السيدة عائشة رضي الله عنها، تعالوا نرى من أي بيت خرجت. خرجت من بيت الصديق رضي الله عنه، الذي حكى عنه عمر بن الخطاب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة يوما، فقلت في نفسي: اليوم أسبق أبا بكر. فذهب وجاء بنصف ماله ووضعه عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ظن أنه بذلك سبق أبا بكر. ثم جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه بماله كله ووضعه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر: لا أسبقه بعد ذلك بشيء أبدا. هذا هو والد عائشة رضي الله عنها، وهذا هو البيت الذي تربت فيه. فماذا عن البيت الذي عاشت فيه؟ عاشت رضي الله عنها مع أجود الناس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأكرمهم. روي أن رجل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه عدد كبير من الأغنام يملأ ما بين جبلين، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب الرجل مسرعا إلى قومه يقول لهم: يا قوم أسلموا، إن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فلا عجب أن تكون السيدة عائشة من أجود نساء هذه الأمة. أرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم يوماً بشاه، فأخرجتها كلها في سبيل الله وأبقت الكتف، لأنها تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم سألها: ماذا بقي من الشاه؟ قالت: ذهبت كلها إلا كتفها. قال صلى الله عليه وسلم: بقيت كلها غير كتفها. وأرسل لها عبد الله بن الزبير يوما ب100,000 درهم، وكانت صائمة في هذا اليوم، فأخذت توزع هذه الدراهم على الفقراء والمساكين حتى حان وقت الإفطار، فلم تجد الخادمة شيئا تقدمه لها في طعام الإفطار. قالت لها: يا أم المؤمنين، أما أبقيت لنا درهما واحدا نشتري به لحما؟ فقالت السيدة عائشة: أما ذكرتيني، يعني نسيت أنه ليس في بيتها حتى درهما واحدا لتشتري به طعام. فليكن لك في السيدة عائشة وفي كرمها وجودها أسوة حسنة، واعلمي أنه ما نقص مال من صدقة. اللهم اجعلنا ممن ينفقون أموالهم آناء الليل والنهار سرا وعلانية.